مشاهدينا المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أولا عزائي وعزاء كل الشعب المصري للضحايا والشهداء الفلسطينيين، وطبعا بنحييكم على الصمود الذي نراه في الشعب شعب غزة. وحب أعرف من حضرتك تقييمك للأوضاع وبالطبع الجهود للسيطرة على الأوضاع في قطاع غزة. أولا نترحم على الشهداء ونتمنى من الله الشفاء العاجل للجرحى في مجزرة مكتملة الأركان في عدوان بربري على قطاع غزة لليوم 17 على التوالي. منذ الأمس حتى اللحظة والقصف لم يتوقف وخلف ما يزيد عن 500 شهيد، ليرتفع العدد فوق 5500 ويزيد. ونحن نتحدث على الهواء والشهداء يتساقطون مجازر بحق العائلات وهي نائمة في بيوتها. يتم قصفها، مئات العائلات تم مسحها من السجل المدني لأن كل أفراد العائلة قد استشهدوا والقليل جرح. العدد الأطفال ما يزيد عن 2200 طفل شهيد، ما يزيد عن 1200 امرأة، ما يزيد عن 250 أو 220 سن. يعني كوارث ومجازر تدار في قطاع غزة من قبل إسرائيل وبدعم عسكري من الإدارة الأمريكية. يعني وضع كارثي، مستشفيات ومراكز صحية يتجاوز عددها 44 مستشفى ومركز صحي خرجوا عن الخدمة. الوضع كارثي، تضرب المساجد وتضرب المستشفيات و أماكن الإيواء وتضرب الشوارع وتضرب الطرق التي تنقل النازحين من الشمال إلى الجنوب بفعل المنشورات وفعل التهديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فينتقلون إلى الجنوب ويتم ضربهم في الجنوب. مجازر مستمرة في قطاع غزة، الوضع كارثي. الجماهير وكل طفل وكل رجل ينطق باسم مصر من أجل أن يغيثوا شعب غزة من المجازر الحقيقية التي ترتكب كل دقيقة في مجزرة. نعم، ويمكن حضرتك متابع جيد للوضع الاجتماعي والنفسي للمصريين في هذه المرحلة ودعمهم الكامل، ويمكن شفنا كمان قاطرات المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة. والدور القيادة المصرية واضح، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا منذ اللحظة الأولى التي أعلن الاحتلال على الشمال بالاتجاه إلى الجنوب، ويعرف جيدا ما خطة الاحتلال الإسرائيلي. هو يريد أن يهجر شعب غزة إلى أرض سيناء لتنفيذ المخططات القديمة الحديثة والتي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يخرج غزة من أرضه إلى سيناء وكذلك الضفة الغربية التي لا تقل عن غزة ولكن بدرجات متفاوتة، سواء كان بالعشرات الذين سقطوا خلال الأيام السابقة واليوم والأمس وحملة الاعتقالات في الضفة. لكن ما يحصل في غزة هو مجزرة حقيقية ترتكب ضد الأطفال والنساء والرجال والشباب والشيوخ، وبنك الأهداف أصبح الأطفال والنساء. نعم. الجهود المصرية والإغاثات وكل ما يدخل غزة هو يسير، لكن الشعب يريد أن يعيش بأمان، أن يعيش خارج القصف. القصف لم يترك مكان في غزة إلا طاله آلة القصف والقصف الإسرائيلية. الوضع كارثي. نعم. لا مياه، لا دقيق، لا أكل، لا مشروب. يعني الوضع ونحن ومصر قيادة وشعبا بتتابع الوضع طبعا، وبنحاول تقدم كل ما يمكن أن تقدمه على الأقل من حيث المساعدات الإنسانية ودخولها ومباشرة دخولها والاستمرارية والاستدامة في دخول المساعدات. يمكن مصر بتبذل جهود كبيرة جدا في هذا الصدد. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني.